هسه مصاريف المحل هذا طبعا من عندها إيجار المحل هو قوم زائد رواتب لازم نعطيهم فلوسهم ما يشتغلون يعني. زائد البضاعة زين والله ها جماعة الدين ما نعطيهم فلوس جماعة الدين شو نقول لهم؟ ايه نقول لهم خسرنا هذا الشهر وعلى الشهر الجاي يعطيكم يلا جماعة الدين اوفر ناقص جماعة اربعة يساوي ايه بس الربح راح يصير قليل. جماعة السلفة صرت نسيت ناقص تعاي انتي جيبها جماعة السلفة هم خلي عوفهم السلفة واحد اثنين ألف يساوي أيها السرعة يا زائد الله يا الله، ندفع الفلوس السلام عليكم. وعليكم السلام وندفع فلوس القسط. هاي شبيك يا معود دايخ بالأوراق والأرقام والفلوس حسابات المحل دا أوديها منها وأجيبها منها حتى شوية أربح لو هاي هم حرام. لا مو حرام بس لازم ما تكون على حساب دينك. شلون يعني؟ يعني مو تضطر تكذب وتأخر حقوق الناس. لا شو اسوي؟ ما تقول لي شو اسوي؟ أرد أزيد رصيدي بالبنك. يا أخي رصيدك بالحسنات أهم من رصيدك بالبنك، ورصيدك بالدنيا مو أهم من رصيدك بالآخرة. بس لازم نفكر بالمستقبل. كلامك صحيح، لكن تطبيقك هذا خطأ. شلون؟ التطبيق يكون بالصدق، بصلة الرحم، تأدية الأمانة. وهذا شهر الخير، شهر رمضان، أفضل وقت نعدل بيه سلوكنا. خلينا نعتبره بداية، بداية لتعديل سلوكنا. يعني شنو أسوي؟ عدل سلوكك واترك الكذب وانطي حقوق الناس وصدقني صدقني رصيدك راح يتضاعف بالدنيا وبالآخرة.